والاتحاد العام باسم الشغل اللي اتعملت فيه نواتات معناها تعنى بقضايا المراه وعملتها الحركه النسويه المستقله اللي تاسست في اواخر 1978. اليوم نقولوا احنا نخرجوا نحتفلوا نعتبروا انه نضالنا مازال معناها متواصل مش نضال المراه التونسيه فقط نضال المراه في جميع انحاء العالم لان في مجتمعات ذكوريه مازال فيها التمييز مازال فيها العنف المسلط على المراه مازالت المراه معناها لا ينظر لها كانسان وانما ينظر لها معناها كموضوع للجنس للذة عورة إلى غير ذلك ونحن ندافع على أن تكون المرأة ذات معناها إنسانية مساوية للرجل في الحقوق وفي الواجبات وبإمكانها أنها تلعب دور مهم في الحياة العامة وفي الحياة السياسية. نظامنا مازال متواصل وهذاك علاش موجودين باحتفالاتنا المتفرقة المتعدة المتشتة حتى اللي فات أن يجي اليوم وندور في شارع الحبيب بورقيبة ونشوف المجموعات الكل اللي تحتفل بالنسبة لي معناها أعترف معناها في داخلي ولا هذاك اعتراف من داخلي بنظرة المرأة وبنظرة المرأة التونسية. هذه داخل باب الحريات. اليوم هذه احنا كنساء تونسيات جينا اليوم نطالب بتفعيل الفصلين هذوما من الدستور اللي هما يضمنوا حريه المواطن سواء كان امراه او رجل واحنا بصفه خاصه المراه اللي تعدت على انتهكت حريتها الجمعه الاخرى في القصبه وتنحت حجابها ورجعنا لممارسات قديمه اللي احنا عملنا ثوره على خاطرها والمراه التونسيه اليوم ماهيش مستعده باش ترجع الى ما قبل الثوره وباش ترجع الى الانتهاكات وباش ترجع تنتهك في ابسط حقوقها الا وهو لباسها. اليوم معناتها ريناك شعار رابع العدوية. مش مساج هو هذاك الشعار شخصي يدل على الحرية والصمود لا للعنف. اليوم شنو وضعية المرأة التونسية بالنسبة لك أنت؟ والله مشكوك فيها وضعية المرأة التونسية على اللي صار نهار 28 في القصبة الاعتداءات اللي صارت على النساء من طرف البوليس مشكوك فيها ولينا خايفين شوية على الحرية وخايفين على الحجاب خايفين على وضعية المرأة اليوم شنو تراها؟ أنا مش جيتش بمسافة المرأة، جيت بوقفة احتجاجية ضد اللي صار يوم الجمعة في العصبة، العنف اللي تسلط على علينا معناتها من طرف بوليسي من طرف الأمن معناتها ضرب ونزعنا الحجاب معناتها الأولاد بسيطة تحكوا بالضرب معناتها ضرب ما نجمش نوصفه لك وما نجمش نوصف لك الأمن تهرب في حالة يعني أكثر من إسرائيل البوليس بتاع إسرائيل خلى علينا ضرب ما لاش نقول رحمة احنا عندنا جهة في تونس وينو قناصة وينو هو الشارع ولا عمود فلوس اللي يحكي بها اللحظة يا نار عليكم يا نار يا نار يا عليكم يا نار عليكم عاصمة انت تمثل المرأة التونسية اليوم؟ انا مرأة تونسية مش نمثل المرأة التونسية. 3 سنين بعد الثورة شنو تغير في المرأة التونسية؟ المرأة التونسية تبقى مرأة تونسية عندها صفاتها وعندها ذاتها ما تغير حتى شيء وتبقى ديما قوية وديما تواجه وتبقى في الراس ما نحبش نقول المرأة التونسية خاطر المرأة تختلف ما نتصورش كان تونسيات الكل كيف معناها كان في اي بلاد تقريبا. الفنانة اليوم شنو وظف لها بعد الثورة؟
الفنان ديما يقعد إل بريفوا يعرف شنو يصير ويقعد ديما ريسيت وموجود أن يكون كونتر السيستيم كونتر التخلف كونتر الرجعية ديما دور الفنان عبر العصور الكل. ميساجك اليوم باش توصلوا للفنانين؟ ميساج نوصلوا للمرأة التونسية أنها تكون حرة نفسها وأنها كي تحترم روحها يحترمها الناس وأنها تكون قوية ما تخليش روحها سوميس ما تطلبش من حقها أن يعطيه لها الراجل مع أنه ما فماش عداوة مع الراجل احنا زوز أنصاف نكملوا بعضنا كنا كيف كيف أما هي كي تحترم روحها وتحس روحها حرة حريتها تلقاها مش يعطيه لها. بعد 14 بعد 23 ديسمبر أكتوبر وبعد 14 فما وضعية داخل المجتمع اللي ظهرت بالكشف أنها ممكن أنها تهدد مكتسبات المرأة التونسية وهذاك علاش المرأة التونسية خرجت في 13 أوت 2011 في مظاهرات كبيرة باش تقول لا للتكامل بين المرأة والرجل نحن مع المساواة وخرجت معناها وتقول معها معناها الحفاظ على مكتسبات المرأة خرجت في 13 أوت 2012 في 13 أوت 2000 معناها و13 كيف كيف خرجت مسيرات تقول احنا متمسكين بحقوقنا وبي معناها مكتسبات الحداثة الكليكة هذايا على خاطر فما نذرة رجعية نذرة معناها بدات معناها تسود أكثر هي موجودة من قبل كانت كاملة لكن اليوم ظهرت على الساحة اللي تهدد مكتسبات المرأة. أنا خليني أقول هالنضالات اللي عملتها المرأة التونسية بعد من 14 حتى لليوم أدت في النهاية وبزاد بتراكم النضالات اللي عملتها السويات في تونس أدت أن يكون فما تناصر في القائمة الانتخابية في 23 أكتوبر هذاك جاب نضالات النسويات وبنضالات النساء اللي معناها مؤمنات بحقوق النساء وأدت أيضا إلى الفصل 46 من الدستور التونسي اللي وقع معناها إقراره واللي فيه صراحة الحفاظ على مكتسبات المرأة وتطويرها واللي فيه تكافؤ الفرص بين الجنسين واللي فيه إقرار التناصر في الهيئات الانتخابية واللي فيه أيضا القضاء على العنف المسلط على المرأة وهذا مكتسب ومازال ونعرف أن حقوق المرأة معناها هشة داخل مجتمع فيه العديد منها من التيارات الرجعية السلفية التيارات اللي ممكن أنها تنظر للمرأة ليست معناها كذات وإنما تنظر لها كموضوع وما تعتبرهاش مواطنة وإنما تعتبرها إنسانة من درجة معناها ثانية.